Durante en taza. Me acá no harar tore. Conte mi sitio todo. Hey. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب الزكاة ينكسه قد جرني باب صدقة الفطر وهو باب يهي صدقة الفطر قاهيت زكاة والله نوعيان زكاة المال هي زكاة الفطر زكاة المال قرآن كي كعد هاي إلهي بقرآن كي نوغش يقول سبحانه وتعالى إني واجب تهي خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها آيات داسة إلهي كش يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة قرآن كان إن بدن وحنكو أركينا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن زكاة الله بحين يوهي عدها يهلكا أما زكاة الفطر نبي عليه الصلاة والسلام أي نو شيغي إنه واجب إنه قلتها وحانا أدليل أحاديث التي المامي دون والله بدا نوع يزا كذا وحين صوت المان حولها أي نو هيسنو إن زكاة لغا دون أيو أي نتهي تير كميدة تيرر كإسلامك نبي عليه الصلاة والسلام ورني حديث عبد الله بن عمر بخاري مسلم بأي ورين ينبني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مرك بعد التوحيد وتيرك اللباد ويان هدي لا يرى هذا قود أهانا وتيرك سدحات بين قنيسا وأنا تنين تلمان إن لدقال النبي عليه الصلاة والسلام ولدقال لما قف الله لي قفك بحمواية إديدة إن ولدقال لما إن أمر لقسي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة سدح ذاتير وواجب ينقفك إنه لي ماذا مركا هدي أنت لي ماذا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله آوي صوم كيسوك مجرى آوي حجك ما يكوى سوى استطاعويا صومك وحا لعي كريس قفك إسوغو أو ذهدنا إن لقع في مرق قاركوت اللي يرهد مركا لا إمو وأمرك مسافر ياهي إسوغو أو ذهدنا اللي يرداف وقفك وحا لغا يبا انو حنونسن يحي الهي وحي يري فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وين اتغي دونا حجكينا وحا لو راعيه با اسغو قرانك يا سنه لبد با اي راعيين من استطاع اليه سبيلا اسغو دنبا وا با استطاع ويان مركا سدخدا لبد لا ما حدلين سدخدا هورا لا حدلي ساسو النبي وله صلوات الله والسلام عليه زكذا حولها اينو هيسنو لعقتن مانتا اينو هيسنو اميسا لا بخينيا وحا لو قيميا زكذا waxa aynu haysano waa ee lagu qiimeynayo waa fidadi fidadi ama silver ka waxa loo yaqaan qalinka zakadu waxa ay ka waajibaysa waa 595 gram oo fidda ay zakadu ka waajibaysa lacagtu wixii qiimaheedi ah marka ay gaaraan zaka laga bixinaya 595 gram oo fidda ah ama qalin ah ama silver ka waxa loo yaqaan qiimahiisu ma qoon noqonaya dollarka wadankan mareykanka ma qoon noqonaya haddii uu shilinka Soomaaliga isticmaalayna imisu ka noqonaya taan baa marka lagu la xisaabtamaya midan halkan aynu joogno ama wadankan mareykanka ah 500 waxaanu maleenayaa 75 miya meelaha soo kale inay ahayd adigu 600 wax yar dhiman inay ahayd oo dollarka mareykanka ah ayaa lagu qiyaasaa inta ay marayso maalid maxay yelay fidadu marna kor bay aadaa marna hoos bay aadaa iyadii dahabkuba waa suuqa lacagta adduunka ee marna kor aadaya marna hoos noqonaya taasa marka lagu qiimeynaya lacagtan keenayaanka waxaan filayaa inay ahayd markii ugu dambeysay qiimeyn ahaan 575 meelaha 780 bay iska badhe 780 ka dollar qofka hadduu haysto sanadna ka soo wareego 102 buu ka bixinaya sidaas ay noqonaysa wixii ka badanna waaba ka sii ziyada wi inta wixii ka yar qofka uu haysto zakaa laga dooni maayo sanad ha ka soo wareego ama 10 sano ha ka soo wareego laga dooni maayo way باب زكاة الفطر زكاة الفطر أيو أبابي هي وعن عبد الله بن عمر وحلق ورنيا رضي الله تعالى عنهما
قال وحي يري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي واجب يالي صدقة الفطر زكاة الفطر ويان أو قال أما وحي يري رمضان فطر كما يشهد رمضان بكرك صدقة رمضان رمضان كالعقت اللي بحين يي زكاة اللي بحين يي أي النبي فرض يالي صلوات الله وسلام عليه ومن النبي حقي سيكتمد ميا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلهي بسو واجب يالي النبي قنوا إن سو قرسيون صلوات ربي وسلام عليه على الذكر وحاز كذا لقربا على الذكر كي لبكاها والأنثى ندقي ولقدونيا والحر كي حرتها با لقربا والمملوك أدون كينا ولقدونيا وأدون كما يساقع بحينا يما يسيد كيسا لقربا ما أنت ما بهي النبي سو وحال لقدونيا وعلى الصغير والكبير لفظك لا كدريي كوير يكوين انت بوا لقدونيا ما يشا مركا وحي النول با لقربا قفكي لنتي بشر رمضان آخر كذا مركا لقار زكاة الفطر اللي قدرسان ماي ريرك إلمها أورك كجرين وليد إما نمبنان كان لغو ترين مايو زكاة الفطر وإنت بدي بدي جوكتين نول بعلاقة وذا قفك السكرات كاه النول حلقة وعلاقة بحينيا هاي يلي نولوشن إلهي باقران يا سبحانه وتعالى إنت يسيس عنيس بلا كعيي هدونا ككعين حلقة وأسو قلو وعلاقة دونيا لكن هدي بشر رمضان هورانتي دي ودنتا مدحد دي ودنتي زكاة الفطر اللي قدوني مايو إلمه أورك كجري عن دلانين بشي شوال دشي اللي قدوني ماي زكاة الفطر لكن هدور رمضان دشي واللي قدوني اياه والد كيسان اللي قرباه وحال بحين يمرك وامحي ما العقبة ميسي وامحي ما النبي وحير عليه الصلاة والسلام ساعا من تمر أو ساعا من شعير وحال بحين يواصاعا ساعويان من شعيرنا ساع وأربعة أمداد أفر مدويان مدك النبي عليه الصلاة والسلام مرك الله حساب تميه مدك النبي قنا إن سوق هذا في عينيه ووحو قاده تقريبا إلا سديد بقول أو جراموي أما سديد بقول أو مليلتر هدي دريره الله قد يقو عبيتانك أما سديد بقول أو جراموويان هدي أفر تيلا يرى هذا مرك ولا بك كيلا يو سديد بقول أو جراموي معناه وسدح كيلا ويان قف كيف انت صار لقى الرباه ساعة بلغة دونية من تمرنا تمرأة كاسو سدح كيلو تمرأة معني قف كيبا أو أمس من شعير قمديقي أما هادي أما بريزكي أما باستدي وين قونيسا انت وحي الله مذو دنبا ولذلك علماء ذو وحي رهدان قوت الغالب وحددك بذنكي أي عنان ماشي يالا تاسا لقوضا حايا لي ميلها قاركود وحي عنكا ميلها قاركود عن عنكا هين باجر وددكو ين عنين مركا فعدل الناس عبد الله بن عمر وحو يري سيده يوغو سوتاي واغي معاويه بن اميه واغي دي ويان اي حالته اسبدشاي فعدل الناس ددكو وال كايشان ارنتي او وي كلاخدين او به ساع النبي عليه الصلاه والسلام حي بحيان نصف ساع من بر على الصغير والكبير وددكو وحي يراهدين وحا لا بخينيا وا ساع نسكي على او برئه على الصغير والكبير marka taasina waag ribeen umayay dhacday oo saxaabadu waa diideen qaar kamid ah oo waxaanu arki doonaa Abi Saciid al-Khudri oo ku gacan sayray waliba saasaana wanaagsan waxa la bixinayo waa intu nabiga inagu ogaa salaatullaahi wasalaamu alayh wa fi lafdhinna waxa ku soo aroray an yu'dha in la guto weeyaan qabla khuruuj an-naas dadku intaynan u bixin ila salaati salaadi xilliga u dambeeya waa dadku intaynan salaada aadin hadii salaada la aado khalas wiya zakaatu al-fitr la bixinaya majru وإن قعنت قفك مسكين كأي قشاء قبل الصلاة هدي مركا اللي يراه ضمي حلق صلاة أيام بحين إياه إن بدن واحد عددتك واحد أركيس حلق صلاة مركا اللي قارو أردية كله زكاة الفطر يا شيخ وإقبه وبهلا ذلك وقتي هو إذا محاد أنيق قارتي إيه ساريسا مسؤولية دي أضع الله إلى هيك ساري سبحانه وتعالى هدا ضيع ذي ما أنيق مركا إيقاد لقيسا مسؤولية دي أدي ساريسا مي وإن مركا مساجد ذو حي سميان حلي أي دتك وش جان وقت جا وحي كذا بيا أنا وما قبنا مساكين ما جارسين كرينه ساسان هو نكسن حيالي قفك مسؤولية قلي يا هاي ويان جور ما ويان هذا بني بقول حين وش جا صلوات الله وسلام على دماتك وقت جا قدم بيسا وحي حل جا كذا بيا محاد عيا حل جا وحي كذا بيا وحاد عيا نبي قصدي ير عليه الصلاة والسلام وصدق من الصدقات نقول ما يس زكاة الفطر اي وحا الله بحذا وصدق صدقاتك كم اذا حديثك في سنن النساء بان النبي كل شيء صلوات الله وسلام على حديثك هو حديث حسن اهويا بالوغدو غورما مركا سيده ان شكك لهين بشو مركا دلت اي بلا بن حساب
لكن قرما أقوى ناكسن وح أقوى ناكسن وحيل لقى قدام بيا ومالن أما الله بق أما السد حمر كي هرتوا أي أقوى ناكسن ومحار دعي وحيته هاي وح كلام معه قف كي مسكين كأها وح على الربا حيل لقى عيدة إنه صندتك قعنت أهر سنين مالن توح عري الله إنه هيست نبي عليه الصلاة والسلام راشين بو ينوت المامي ساعة من بر ساعة من شعير ساعة من أقط ساعة من ما شاوح على قادنا يا راشين كل جي إلا بحنا يو أن العقل بحنين بعض الفقهاء بوحي كتجيان يعني إن العقل بحن كريو وسيدة صحة الجمهور توحى إقبان والراشين ويان مذهب المالكية ذي شافعية ذي حنابلة ذي أهل الحديث كأنتم بوحي إقبان إن راشين لبحنا يو مذهب كحنفية ذا يا وحي ليهن ميا لعقنا والله بحين كريا لكن دليل لو ما حيار انت وقرب مرين دليلك حيا لهدي إن أن وانا كجرو مصلحان أي تهي إن العقل بحيا النبي قال نهي لها بدل كي ذهل بحيا أما صحابة ذهب نهي لها حيا لحل بها صومر تيدتكو أين راشين أباهنين لكن العقل بهيهين لما أران إن العقل هلا بحيا راشين هلا بحيا ليري وعن أبي سعيد الخدري وحلقوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري كنا نعطيها في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحانو بحنجر نواقي النبي عليه الصلاة والسلام ساعة من طعام ساعة راشنة ساعة واسوس كي ويان راشن ايانو بحنني وافر شوضود ويان وشوض والبابا ايتهاي سديد بقولو قرام ولا بكيلي سديد بقولو قرام اما واسد حكي لو حاتي راهديد والراشنة نوع دون بها هذا وحن نقون كريا بريسكي وحن نقون كريا قليدي وحن نقون يا قمديدي وحن نقون يا دقيرتي وحن نقون يا وح الله لوحي اللعون الراشنها وحا اينا علم ذو ميشا كو قياسين وقوت الغالب كبلد كاوح اللقاء عنا وحا اقوة ناكسن ايضادكو اي عنان باستاذي ونو نقون كريا حتى علم ذا عصر قسيدة يرادين محايا لما دام كيلة ايلا ذا لسا لقران ايا كيلة ذا يدي عبركم بي لمت ولمد ويان سدح كيلون بي نقون ايسا ساعة من طعام ويان أو ساعة من بر تمر تمر أو ساعة أما وحي نقوني ساعة من شعير قمديدي ويان أو ساعة من أقط وعانه فردي ويان فردي عان بوره وحي لمدها أو ساعة من زبيب بن نقوني نوع الله لنعود نقضونبه إنه هذا زبيب بحيث الراشين ويا ينوية راشين إنه ما لكن قولوا الراشين ويا الدنيا ذو لك الدوية هذا تمر زي سقفك كسرة تمرة راشين إنا سيساي وما هيستغولي وإذا نبا إنوتا إنو وحوح لقود العنى إنوتا لكن قولي راشين أوتا مركا هدين لكن قفك آت كيلة بريسة سيسا راشين بات سيسا أما قلي هدات سيسا أما ديقرتي آت سيسا أما وحون آت سيسا راشين بات سيسا مساقدي هدات سيسا وحي آهاتبا مركا ساس درتي دا ومركا وحا اللو يري ساعة من طعام وإنو الراشين يهي وحون داتكو وحي عنان قوت الغالب كاميش على قعونه مركا وحيري من زبيب فلما كان فلما جاء معاوية قضية ديوات المركة واجي معاوية ويمد الربني أمي يمادين هوشي وحباء إسكي يمي إسكي بدلي مقالة ذا مدينة وحان لقيه اللي جرين بار لقاه لي أو شام واقا مركي لفرتي ويان بيرا شام كويا لي وحيابيه اللي قعوني جري الراشين أن لأقونين أو نوصو طلابي باجرة ضدكي مركا واللقو وريرو وحا اللي يرمحا لقيا لي الراشين كان عصوب واجي معاوية مركب لما رأيو وجاءت السمراء أي تمد بهاشن وحلقت الماما دقيرت نوع كمدة إن أيتهاي قال وحيري معاوية استاغو رأي جيسي قد بستو وحيري أرى أن يقول لكن وحي إلتهاي مدة من هذه تن مركب لكريو ويبضانيسا مركب مد إيادة أهي إنو أردق مهيو بعدل مدين اللبن مد إنو أردق مهيو ماشي كيلة أهي اللبن كيلة أردق مهيسا ساسي أنيق إيقو موقتا مركز سيدا درت هذا نسكي بحية وماشى ماشي كتمت ما قال أبو سعيد وحير ما يأه النجو أما أنا وحير أنجو فلا أزال كتزول مايو كتج مايو أخرجه إلى ساع بحنيو كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا واجي النبي قبوا بحنجرهم بانو بحنيا حبيبي قم جنا ما هيس بدش ما هبضته ما هيراته سيد النبي يقول نجوا ساعي بان بحنيا أنجو أنت النبي يقول نجوا قابان بحنيا ساس أنا ونكسن حيا له دور راشين كبدن يا هدو يرانا يا تونا من النبي محمد هنا ساعم بو يري صلوات الله وسلامه عليه ساعم بانكو الى شاننا مرك كتاب الصيام صيام كي بو كتاب يا هي اما رمضان دي اما الصيام دو اسكو مغعويان وا مغع اولي هي وكتاب كي سدحاد ويان
كي أفراد ويان كشناد وينو إيمان دونا واحد كويان حي لي صلاة دا أقصه الرئيسي زكدي باكو حكتي صيام كي وكيس الدحاد ويا كأفراد وحج كويان شهادة أن لا إله إلا الله نواتي أصل كهيدا وقوه الرئيسي دونا لنا عكلا صيامكو واتير كم إذا تيرر كشنطة إسلام كا وين أقصه فود لي هي إلهي سبحانه وتعالى هي نقارسي وعافي ما دينا قبنا وانا عباده رنتي آدي آد مهم واح آدي آد مهم واح وعبادة إن لو ديار قروبة مضن وهل اللي يراه ذا قفك مؤمن كأسيدي سبا إلهي حقي سوحا نشاد إيا كرتيب أوليه قفك مؤمن كأه تدكوا سدح ويان مؤمن كو نشاد إيا كرتيب أوليه هاي فرفرعوني بوليه هاي حماس أوهيا كالقعيل بوهيا عبادة سي قلبي أبو أسامين إياه waxa soo haray qolada labaad waa munaafiqiintii wali goodba waa caajis weeyayagu haday salaad noqoto haday zaka noqoto haday siyaam noqoto haday noqoto dhinac walba waa caajisiin weeyaan oo ilaahay inooga warramaya wuxuu yiri wa idha qamu ila salati qamu kusala markay salaada u kacayaan waa caajis weeyaan lugtan uu ku tiirsanaya hadana tii kale uu ku tiirsanaya nabigu naxariis salaatu wasalaam wuxuu oranaya wajuilati salatu qurrata ayni humumta maalinta iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka haysta oo dhan meeshii ku deynayeen weeyaan salaada ibaadada ilaahay markaa waa meeshii mashaakilka dunida oo dhan iyo hawlaha dunida iyo walwalka iyo walbahaarka dunida oo dhan uu inooga tagay weeyaan siyaamkuna kuma basi jiraba xadiith abi umama ayaa wuxuu oranayay fi musnad al-imam ahmad bi sanadin sahih sheikh nasirna wa hasaninay ayaa wuxuu oranayay rasuulka kaleey salaatu wasalaam nimba u yimid oo ku yir rasuulka allah ii dardaaran ibaado inan laazima an rabo oo inan joogtayo an doonayaan ya jirtay il i dardaaran maxay noqonaysa rasuulku wuxuu ku yiraa alayka bi sawmi fa innahu la mathila la lafdhi kalaana wuxuu ahaa fa innahu la idla la waxaan ku dardaarmayaa sawmka maxay yahay waa cibaado wax lamida inan jirinba la mathila la wax la tusaalo la tilmaan ma jirto la idla lahu wax u dhigmi kara isaga ma jirto weeyaan macni wax la garab dhigi karo ama lamida toona ma lahaaba cibaadada iyada waxaana inoogu daliila markuu rabbi inagu waajib yeelay iyo wuxuu yiri wa anta sumu khayrun lakum qoloyinkii safarka cudurdaarka lahaa qoloyinkii xanuunsanaa qoloyinkii markii laga soo hadlay iyo rabbi wuxuu yiri wa anta sumu khayrun lakum warina soontaan baaba idin khayr badan oo xagee inoogu khayr badan yahay adduunkeen iyo aakhiradeenaba caafimaadkeeni nolosheeni walwalkii walbahaarkii iyo dhibaatadii wax walbaba wax allaal wixii humuuma dunyaa ah oo dhan waa ku dhaafayaan waa cibaado marka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu dhawaadana ay tahay isla markaana caafimaad laga qaadayo wanaag iyo caafimaad baa laga qaadayaa qolona waxaad arkaysaa maalinta bisha ramadaan soo gasho waxay raadinayaan waxay bisha ramadaan ku dilaanba waqtiga ay ku lumiyaan ramadaankaba isku halmaansiiyaanba وهي كدغي يهن ولم يديهن قولوا انك واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا حي لي حلغا سورادين ايا اما ترب عياريا اما شحذي بو عياريا اما دبندي بو عياريا اما بلايكل عياريا اما قولوا انك ريمغالكا ما انت جيم كي بو عياريا حول با ادغو كله اسكو فريا قفكي و خونن عباده الهي با كو خصوصنين marka soomkii suba wa raashin inu san afka saarin ya abitona laakin sida kale wa qof lahu ya lagwi ku dhixjira soomkuna afka kaliya ma aha jirkaagu dhan baa la doonayaa inuu soomo aadaba soom waxaa kamida sida saxaabada ay oranayaan ridwaanallahi ta'ala alayhi ajma'in qisadii jaabir ibn abdullah bi sanadin sahih wuxuu oranay maalinta qofkeen sooman yahay waa laga garanayaa maalmaha kale waa soonka sunnada ah maxaa yeelay qofkaasi hadalkiisa aad ka garanaysaa oo dhaqankiisa aad ka garanaysaa oo wax walba way sooman yihiin hadalku uu ku hadlayo waa hadal u meel dayday marka horeba waa hadal loo meel dayay isla markaana macna iyo dan uu leeyahay ah ka tarjumaya laakiin hadal la iska yiri maaha kaftankiisa yaraanaya xigmadii mooyaane wax kale ku hadli maayo marka qofku waa inuu is-ilaaliyo bishu macnaha ilaahay markuu sidaa leeyahay subxaanahu wa tacaala maaha gaajada keliya la isku ride afka inuu soomaa la doonayaa oo nolosha adu dhan ay soonku u saameeyo nabigu waa tuu oranayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash badanaa mid sooman laakiin soomkiisa aanan lahayn gaajo iyo haraad mooye wax kale dhinaca kale wuxuu oranayay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa badan mid habeenkii taagan habeenkii oo dhan salaad buu u taagan yahay laakiin dhafar mooye wax kale ma laha maxaa yeelay
salaada waa wax wanaagsan oo khayr ah laakiin dhinacan kale baab kale uu ka wada balaayo kalaa dhinaca kale ka furan oo waa maxay laqwi kale iyo mashaakil kale iyo waxyaabo kale uu intaa ku dhex wadaa maye haddaad sooman tahay jirkaagu ha soomo oo carabkaagu ha soomo oo ishaadu ha soonto oo jirkaagu dhan waa inuu sooman yahay soomkuna waa imsaak can aطacaami waالsharaabi keliya maaha xataa shahawaadkii oo dhan shahwaduna ma aha qofka inuu meel la aado unmanidiisa waxaa laga wado waxa ay tahay waxa aad jeceshahay ish tashtahi bimacnihi maxaad doonaysaa qof baa hadalka aad u jecel qof baa daawashada iyo filmaanta iyo balaayi iyo waxaasoo dhan jecel waxaasoo dhan ka qabso bishaayada nebigoo tuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa bisha ay soo degayaan aroor walba laba malag yaa baaqiya alkhayri aqbil yaa baaqiya ashari aqsir war bishu waa bishii khayrkii qaabil la imo wanaagga waa bishii sharta laga haysanaya war ka hayso marka qofku waa inuu ka haysto wixii shar ah oo dhan wanaagoo dhanna qaabilo weeyaan dhanka kale innagu waa xilliga aynu ugu raashin cun badannahay maya bishani waxay ahayd 11 bilaad ba hadduu raashinay naf leeyahaad soo cunaysay bishani waa bishii gaajada wey ha yaraado raashinkaagu ahama shay waxa weye inuu raashinkaagu yaraado laakiin bil aynuu masaariifteedu u ka badan yahay bilaha kale inay noqoto maaha wa ficlan waa sidaas wey maray warbixin diyaarinayeen baan arkay ay ka diyaariyeen waxaa la yidhaahdaa reboor caalam alislaam 30% ka badan yaa masaariiftu kor u kacdaa bisha ramadaan anwaacda tacaamka iyo waxyaabaha dhadhanka iyo macaanka la sameeyana kor buu aadaa taa guri walba waynu ka naqanaa marka waa tilmaan inoo taalla wey maya waxaa la doonayay in waxyar un gaajada laysaga bi'iyo waxyar in gaajada laysaga bi'iyo maxaa yeelay waa xilligii caafimaadkaaga iyo noloshaada u wanaagsanaa dhanka kale dhakhaatiir beri dhaweyd ka hadlaysay xataa xanuunadan ay kari waayeen ee dhiigkarka iyo sokorta iyo waxay ku daaweeyaan soonka gaajada dhowr meelood oo kala duwan dhakhaatiir kala duwan oo riboorro ka soo saaray baan arkayay qolooyin ruushka ku noolo tan iyo waagii hore 50 sano ka hor bay bilaabeen qof walba oo xanuunsan baa u taga meel bay leeyihiin miyigooda ku taallaa wax kale kuma daweeyaan dadka qofka maalintuu soo galo waa dhakhaatiir miisaankaasaa la saarayaa miisaankiisaa la qorayaa sokortiisa iyo dhiiggiisa iyo wuxuo dhan waa la qorayaa halkaasaa la dhigayaa gurigaasuu deganaanayaa kharashka isagaa iska bixinaya biyo keliyaa la siinayaa dhowr bilood buu ku jirayaa 3 bilood biyo keliya waa cabbiya maxaa dhacay dhakhaatiirta markii la yidhi dad badanoo ama ha noqoto cuduradan allergiga yidhaahdaan ama ha noqoto sokortii ama ha noqoto waxyaabo badanoo noocaasoo kale oo ku daawoobay baa jira maxaa dhacay haddii la yidhina waxay leeyihiin jirka bini aadanka ah intuu raashinkan cunayo waxaa jirta waxyaabo badanoo wasakh ah tan inaga imanaysa ilaahay inaga soo saaraya mooyaane waxyaabo badanoo kimikaal ah baa jira raashinka ku jira waxaa kaydinaya dhinac dhigaya waa beerka iyo jirka intiisii kale haddii uu gaajoodo jirkii intiibuu dib ugu laabanayaa wasakhdii baa dhammaanaysa marka wuxuu noqonayaa jirkii hadhow mid caafimaad qaba wa an tasuumuu khayrun lakum ilaahay baaba inoo sheegay maxaynu ka dooninaa iyaga marka caafimaad badan baa ku jira waxa loogu talagalay macnihiisuna ahaa war 11 bilood baad raashin ka soo dhargaysa hadduu qiimo leeyahay ee bishan yara gaajo dhinaca kale xikmadiisa waxay tahay war miskiinkan gaajaysan ee laga yaabo 2, 3, iyo 4 cishaba inuusan waxba cunin inaad la dareento gaajada isagiina laakiin raashinkii aad maalintii cunaysay haddaad habeenkii ka guddo maxaad soontay marka ii sheeg ina maalintii quraac iyo qada iyo cashaynu cunnaa waa 3 wajibaad 3 xilli baynu wax cunnaa 3 xilli haddii habeen loo rogay maxaad gaajaysatay marka ii sheeg waad afuraysaa wax yar kadib waad cashaynaysaa hadhowna waad suxuuranaysaa 3 jiiba waad cuntay saa looguma talagelin marka saa looguma talagelin inaad gaajo dareentaa loogu talagalay oo ay gaajadu ku yara taabato adna way kuu wanaagsan tahay marka soomku xigmooyin badan weeyaanu wax innaga haddana inagu gaar a maaha waa cibaado weligeed soo jirtay oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii inaga horreeyey uu ku waajib yeelay oo aayaddii lagu waajib yeelayay buu rabbi kaga hadlo wuxuu odhanayay shahru ramadaan aladii rabbi wuxuu odhanayay ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم وحي الدليل أتهي يهودي النصارى أمضيه إنقه الرئي أردن إن إلهي كواجب يا الله سبحانه وتعالى مركوا عباده ولقد بسوجري سيسيدة صلاة دي صوم كي وحاصو إذن كل واسكو وضمد ويان وعباده مركا أينو إلهي سبحانه وتعالى أمض والبؤ كواجب لي إنقنا لأي نقواجب يا لي وعباده قفك هدئ اللي ماذو مروا البؤ اللي ماذو صوم كماها بشر رمضان كلي مركي دلتيني نصوني سنين تي خميس تي با وناكسن أيام البيت كي با وناكسن حلية دو وناكسن ودن قفك إنو صومو وهينو كهي لنا فوائد آدو تربضن أو حاكمي دا نبي قحير عليه الصلاة والسلام صوم كوا جنة يستجن بها العبد من النار قاشان قفك إساق إلا علينا يا نار تويان وقفك صوما ناري تابا ما يسويه معنى هذا بل حديث كانوا النبي كسي عديه صلاة ربي وسلامه عليه في الصحيح عن حديث كياها ووحو أورانيي قفك صوما مال في سبيل الله بعد الله عنه بعد الله عنه النار 70 خريفة إلهي نارت وكفو قينا يا تضبات سلام يا الله سعونيه ومعنى هذا هو محي اسأركي ما يعني ساقي نارتي مركا صوم كوحو سبب أنه قونا يا قفك إنو جنة ذقلو حايا للنبي إنو شاق عليه الصلاة والسلام وكعب بن عجرة صحابي اللي أورنجري أيو النبي الله اللي وحو كويري حديث دير بواها وحو كويري وحا كميد أها النبي عليه الصلاة والسلام صومكو وجنة إلهي سبحانه وتعالى قاشان قفك وأغرد يا نارت هدي نارتي مركا حجاب لقا أغرد يا قاشان كو وحا كاعلين يا ورنكي وحو كاعلين يا فلاريه إيو وحي اللمدة سافيه بو كاعلين يا أمام بعد كجرته نبت قلياتها سيفتاسي كتابا ميسو نارتي مركا هدي أدي سيقعلي سي كتابا ميسو ويان ووحن نوغو دليل حديثي كلي النبي عليه الصلاة والسلام وحي ورنا يا صحيحة إساقنا القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة قرآن كأي صوم كوبا ويشفاع قادي دوانا ونا إرقن نقن دوانا مالين تقياما مركاس النبي نوسي الشيقو وحيري صوم كوبا إيمانا يا مركاس وحيري يا رب منعته الطعام والشراب إله يوحان أدي ذي عنذي عبدي إيا شهوات كيسي وحي أجعلا إله يوانيقا ما أنت إرقو وهي إرقو ذي أقبل إلهين إرقو ذي سوا أقبل يا سبحانه وتعالى مركا إرقو ذي سنا وحي يهد إنو قفكني جنة قلو إلهي ونار تكفقوا وجنة ذلك اللي ما أنت أنا إرقوا إرقذي وأقبل يا الله سبحانه وتعالى قرآن كنا والله مدويان مركا صوم كوح سهلا ما وعبادة رنتي قفك إنو أدك دقاء أي تهي لنا عكروا نصيب إلهي نسيه سبحانه وتعالى هدين قارنه حيا لي مثال يرمرك إنو أسوق هذا إنو إمس ولا له إنها وصوم كهور إن رسومي كان أني نرسومين أدبي أبدينهم أد إيه أد فرصة أن إلهي وإن نسيه سبحانه وتعالى إن شاء الله لكن إن وقتي بقى إنه قدر ماني إلهي وإن نسيه لكن إياك مو نسيني سبحانه وتعالى هدي ما أنت اللي ويدين لها محاج إعلان الله إذن دي بإنه يؤسوا بحانه مالون أي سومان هل مالون أن يسومي لها يم بيج إعلان لها ين ما هي اللي برق عدود كلية حل أي تكذان إن لسين لها بيج إعلان لها ين ما هي حل أي تصبيح سدان كلية إن لسين لها بيج إعلان لها ين قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحة نوع دون بها النقضة عملك صالحة مركا فرصة دا إن لقفة إذا استوى فرصة مضان سيدا يتهينا إن لقفة إذا استرنتي ساعد والبي الدقيقة والبوء وكم إذا إنا ينبوحنا إلهي طاعدي سكبوحنا ولذلك حسن البصري رحمة الله تعالى عليه سيد التابعين ويان أي أوحي أورنجري حسن البصري قفك مؤمن كاه نلشي سوى قالي ويان نرشا اي النفط هذا حكوب بحيني واحد جنة كسوكية حكو يبسني واحد جنة كسوكية إن هذا ما لا يعني إيو لغوي إيو لهوي إيو وحانا أعن من إن هذا كوب بحسامك وما ونكسنا هنقطة نرشا هذا واحد أهو ريسه واح إلهي سبحانه وتعالى أكتس الرال لهن شاهد كجه ليسه إن هذا كوب بحسامها واحد كسوكية مركا فرصة دانو يضع نغسو فود له وفرصة رنتي قالية آدي أدو وينن بذن إلهينا سبحانه وتعالى أنه كبر ينينو نقارسينا نقنا أقبله كتاب الصيام وعن أبي هريرة وحل قوري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه وحل قنا ينمر إنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحيو تلماما يا لا تقدموا ورحك الله هرمرنا رمضان بشر رمضان هك الله هرمرنا بصوم يوم مالين صون كذا هكلا هرمرنا ولا يومين لبما الموت صون كذا هكلا هرمرنا
ما بنانا مالين أما الله ما الموت بشهر رمضان هرتت إن الله صوما ما بنانا إلا رجل نبي وحو كسر ربي قف كان يصوم قف كاسو أحمد سومي صوما صوم سومي فليصوم كهيس كسيوته ومعنه هو ما هي قضاء الله قلها بالبال لقدوني أما مال مال لقدوني مال مهي وإنت اللي من بشهر رمضان إنه كلا جوجيا مياه ما يقف كاسي هيس كاسي وطو ما هي هذا سيدة إنه قصو فضله بالروا إنتي وسغاري لباتن واحد دعي كريسة إسنين تين رمضان نقطة صومة ها هو دعي كريسة ومعقول قلو ينكي وليبا مال إنتي حدا هيد أي كودة واحد بش مصري يقولوا إن كلام يدأ أركتذك يجو أركبيش شعبان سقالي اللباتن وبرويان أحدا صدنك وحين قن يسا وسنين تويان حدي مر كي يرهدان سقالي اللباتن كي وانو لما أركن سنين تا وصدن إني بوحيان سوما ها قولوا إنك كلام سنين تا سقالي اللباتن وا طيب أنا قو سنين يا خميس بوان سومي جري مسومي كريا مئي بناني هاي ها نبي قحيري إلا رجل كان يصوم صوما قف سومي جري صون سنين تي ويان أن سومي جري عاذ إي أهي فليصومه كاها الصوما مرك لقوم الدي ذيو لكن ميدان ولي قيب سومي جري إنه يراد سنين تان هذا الربعين كفا إيديستو ورمي آير صو أول ما ماذا سومي جري نبي قحيري من كان يصوم إلا من إلا رجل كان يصوم صوما قف سومي جري صون مياني فليصومه كاها سير لما يسترتها الصومه مرك سنين تاي خميس تاسو كلا هديك جسوا هاجك توقفك وسوم يعني بملح سقالي الله باتنك مسديد الله باتنك باوحي النقطي سنين تي وسوم يسعد بملح محايا لما دام عاد سنين يا خميس بسوم يجرتي إسكسي وضو دين بالغ يقول هاي تقول يسي لب ملها قبل الحين لقي حيد كي بمرتاعين مين هل النصيب ومين هل السنة كين تي سيكله هدي دوني سائني يسون توا بناي لب ملها قفكي قضاها الله قولها قفكي مسافر كاها قفكي حنون سنة قفكي وحدونا بها هذا تدكي عذر دارك الله هاي بشه رمضان أي سيكتي سي أي كو سيكتبه هداي سو قضينا يان لب ماله ويوذكر يان وعن عبد الله بن عمر وحل قوري رضي الله تعالى عنهما قال وحيري سمعت وحن مقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إسوغو أرنيا إذا رأيتموه هداد بشه أركتان فصوموا صوما وإذا رأيتموه هداد أركتان فافطروا أفرا فإن غم عليكم هدي الذي كم مقدق ليه فاقدروا أقدره فاقدروا له أقدره ماشي النبي عليه الصلاة والسلام بشوا سقالي اللباتن إنه إنه أغنى أيون أمريا ووحوا لي هاي معشر المسلمين ولن ميلي جوغان بو النبي الله الليها صوموا كصوم بشهر رمضان لرؤية ذي ذا رؤية ذا المركة هو شيء أصل كوحن إلى هي إنه شجع سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا محيا هيد إلا وسعها إلى هي قف والبوح وكريه يدش كساري قف والبؤ النجم إذا بحي أودي سها شن صلاضات مالنتي ساعدك وق هذا ميسو سد حي لو تنسى عضو واحد أنت السمي هذا واحد كرتويان ما كري كري قف له كرامله شنتي صلاضات حرير ما وذا إيه أرور تمرك واجب يميت بعد تكنيسة أو الظهر كي بعد ميت تكنيسة وعصر كي بعد ميت كنيسة وقبل دعي بعد ميت كنيسة وعشية هبين كي بعد ميت كنيسة والله جوك لقاضي حل يضوضع إلى أم بعد لجيري مركا إلهي سبحانه وتعالى وحنا كرنيو إن وأو أدون صدي ومحاكم إذا بشر رمضان أركت ذي ذي أنا أقول لما اللي هم أنا أركو ويا هي ولالك مسلم هدو أركو إسقاط كسوة ميساكيسي لب ملها ما هقف والبين ويرى هذا أركتيد هذا عدو إنا نعنقو عركوياً صومو النبي عليه الصلاة والسلام سيقود أهانيد بو إنا والله اللي ومعشر المسلمين ومدى مسلمين تاهي صومو صومة لرؤية إذا رأيتموه هداد بشي أركتان فصومو صومة هداد أركتان بشي صومة وإذا رأيتموه هداد أركتان فافطروا أفرا سيداد أسو منتهم بشي شوال هداد أركتان أفرا فإن غم عليكم وحا لعكرتا حق هوري أما حق الضمبة إن لا إن قد له قليون أركه وإنه صوما ها هدينه أركه وإنه نبي قحير عليه الصلاة والسلام فقدروا له وقدره سقالي لا تنبه يا هايدة صدن كقرده هو تاسي وحويا قولا واجي هرسي دي أهان جرتي أوكاله عالم كون واكاله حرحرنا إن لا اللغة يو الله صفره وميل كلا اللي آذم ويسكال ورك اللغة مهلينين
magaalo walba iyo tuulo walba iyo reer miyi walbaba iyagaa bisha eeganaya. Hadday arkaan aragtidoodii ku soomayeen, hadday arkaan aragtidoodii ku afurayeen. Laakiin wasaa'il al-i'laamka maanta jira iyo meelahan bulshadu ay ku kulantay adduunyada maanta horumarkan ay gaartay, marka Sacuudiga laga arkaa halkan waynu ognahay, weli qoraxdii maalin duhur aynu marina, iyaga gobolkii waa u dhacay. Arrinta wax may naga bedelaysaa? May waxba inagama bedelayso. Maxaa yeelay hadday iyagu arkeen maalintii iyaga ay soo dhaafeen baa innaga weli inoo socota. Markuu gobolka inoo dhaco ama aynu aragna ama yaynan arkin, soonku waa inoo bilaabanayaa. Maxaa yeelay qoladu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, suumuu liru'yatihi, aragtidiisa ku sooma, ama idaa ra'aytumuuhu fasuumuu. Way arkeen dadkii muslimiinta ahaa, aragtiduna waa inay muslimiinta qayb ka mida arkaan, waana qowlka raajixa ah weeyaan. Qolo kale iyagu waxay qabaan in ay yihiin mantiqo walba ama gobol walbaba in aragtidiisa uu leeyahay, oo waxaa loo yaqaanaa, waana arrin fiqhiga macruuf ku ah, fuqahadii horena ay ku kala tageen, oo waxa weeyaan qolo walbaba u fuqeeda inay gooni u yahay, jihadeeda inay gooni u tahay bay qabaan. Haddana qolada iyaga markii la weydiiyey maxaa jahan noqonaya, maxaa iqliim noqonaya, maxaa noqonaya gobol marka la yiraahdo, waa in la sii xadxadeeyo, noqotay la xadeeyo. Maantana waxaabaad moodaa inay siyaasad iska noqoto, waddan waddan inay noqotayba, laba waddan oo isku dhegana waxaa laga yaabaa in qoladanna ay goonideeda u soonto, qoladanna gooni u soonto. Innaga iyo Jabuuti wax ina kala geeye garan maayo, oo wax hadda aynu ku kala tagna mayda. Waa isku jinsi baynu nahay, isku diin baynu nahay, isku ummad baynu nahay, dhinac walbaba ehel iyo qaraabaynu nahay. Waxaa laga yaabaa reerna inay halkan degan yihiin, reerna dhinaca kale degan yihiin, oo ay kala soomaan. Haddana marka bahashiiba siyaasad bay iska noqotay macni. Wadaad ka warramayaa wuxuu yidhi, labada Yemen waagi hore waa kala soomi jireen, markay hal Yemen isku noqdeenna hal bil baa u dhalatay buu yidhi. Waagi horena laba bil baa u kala dhalin jirtay. Wuxuu waa iska siyaasad buu noqday macni. Siyaasad wey marka, taa kuma jirno meeshii laga arka weeyaan. Iqliim ma la dhihi karaya, maya lama dhihi karayo, maxaa yeelay wixii siyaasad buuba noqdayba. وعن أنس بن مالك وحلق وري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري تسحروا هدي الله أركي مركا محال الدونية إن لو ديار قروبه ديار قروبه أنا حقيقة بالله يا إن سحور لعنه تسحروا سحورتا فإن في السحور محايا لي سحورتا عني الدادو بركويان ساسو يري النبي عليه الصلاة والسلام سحورتا عني الدادو وبركوي مركا بركة ذا النبي وشيقي عليه الصلاة والسلام وحي نوم وقنا يهنق تاميين نوم وقنين maaha macnaha nebigu leeyahay suxuurtana in aynu raashin iska dharjinno maaha. Ee waa haddii uu qofku koob biyaa cabo ama koob caanaa cabo waa raashin wey, hadduu xabad timiro cuno waa raashin wey, suxuur weeyaan, way noqonaysaa suxuur. Muhimmaddu waxa weeye inaad afkun wax uun gelisaa la doonayaa. Tasaxaruu faina fi suxuuri baraka. Wacan Anas bnu Maalikin waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu, can Zayd bnu Thaabitin wuxuu ka warinaya radi allahu tacaala canhu. Marka waa riwaayatu saxaabi can saxaabi, saxaabi baa saxaabi ka warinaya weeyaan. qaala wuxuu yidhi Zayd ibnu Thaabit baa dhahaya, tasaxarnaa waxaanu la suxuurannay maca rasuulillaahi sal allah lay wasalam, rasuulka allaanu la suxuurannay. Thuma qaama dabadeedna waa u kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam ila salaati, salaadii buu u kacay. Qaala Anas wuxuu yidhi qultu li Zayd waxaan ku yidhi, marka aad nebiga la suxuurateen kam kaana, imisaa u dhexaysay bayna alaadaani iyo wasuxuuri, aadaankii dambe iyo suxuurtii imisaa u dhexaysay, xilliga u dhexeeya muxuu ahaa, ama aqimistii iyo sucuurtii imisaa u dhexaysay. qaala wuxuu yidhi qadru 50 aaya, in la akhriyo 50 aayadood un, intaasaa u dhexaysay macni. Marka waxay wax ku cabiran jireen wuxuu ahaa qur'aanka. Taasina amthilo badan baa jirta, oo cabdullahi ibnu cabaas iyo waaga xajka markuu, cabdullahi ibnu mascuud iyo xajka markuu ka warramayay, iyo wixii la mid ah iyo. Marka qadarka hadda aynu haysano taqriiban waa 10 daqiiqadood weeyaan, iyo wixii la mid ah. وعن عائشة وأم سلمة وحلق وري رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أم سلمة هي عائشة وهوينك النبي عليه الصلاة والسلام قصة إنه غشة كان يا النبي قبصتي صلوات الله وسلامه عليه حدينا هوينك النبي إنه غوى الرمي لهين جاهل بينه كان نقول لهين أرنتن وواما حي وحي ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وحسوها ليلة يبشى رمضان فجر كذا مالين رمضان وددكو أي سوميان أرورتي هوري النبي عليه الصلاة والسلام واجب أبريي وولو أديمي ووقتي أقمستها لقاري وهو جنوب من أهله سوى جنابك قبر ريركيسي ومعنوه ما حي
هبين هبين كوقت يسيب وحسمي النبي عليه الصلاة والسلام جماعة طب هذا النوع إسكاس هذي مو ننقبي سنين سيدي السوق آه يا حلق السحورتي اللقاري هدو سحورتي يو هدي كلابة حلق صلاة دي باللقاري معنوه هو محي صوم كوحي أصو قلي السوق جنابه قبا مركا إنينا نباتا لحين يي دليل أتا إنينا نباتا لحين حي لقاربا وحي أركيين مالين تهدي قفك إنو أفوريه صحابة كم إذا إلا صحابة لبدا هاوين كنبي قاها عليه الصلاة والسلام إيه نوش يغان مركا نبي عليه الصلاة والسلام وحا سوها ليلة أما وحا نقونا يدركه الفجر فجر كيبا سوها ليلة وهو جنوب من أهله إسوغو جنابه قبو أرير كيس حقي سي أي تهي ثم دبدنا يغتسل وقبيسنا يي ويصوم صوم كيسون سي وذن يي النبي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مركا ميشا وحا لقا قادنا يا هدو قفكو هبين كي رير كيسي لا سيحذي وسحورتينا سحورتي مالنتينا اي اردالتي لب إني سن لهين صوم كي سن وحبا اردمينين وعن أبي هريرة ميشا مركا وحا لدونا يا حديث با كم وقانو حديث وحا ويان ميمونة نبي عليه الصلاة والسلام سنن كاورين اي غير كوضا وحا لقدونا يقفك إن نيذي لي ماذا ويان من لم يبيت الصيام فلا صيام له قفك وإنو سيني يستويان صومك واجبك يا صومك السنة فرقك أقول لحيا وحيا صومك واجبك وإنو قفك النيادي اللي ماذا صومك السنة لكن لقد دوني مايو واجب معها إنو اللي ماذا وأدي لذا كسو عرورتو حديثك هورا نوت المامية نبي عليه الصلاة والسلام وحليا هاي قفك أن النياد اللي من انهابين كيبة مالين تصوم ملا وسيلو الله إيمان إياه فوق هذا إنو وحي إنو لقيني جيرين أبين كي مركة تراويح ذي اللي إنو تيجي يوم حالة دي جري نويت صوم غد ها هي إن لغو دواق معها إلا كين قف كوا إنو نية استوي النية ذا إنو بري صوم أيو سحور تنادو صوك عذيب الدليل أبري إنا تصوميس لبما لها لكن قف كوا حوا نكسين إنو نية ذا تجديدية مر والبابا إمام مالك السقو حورنا يا رحمة الله تعالى عليه ومذهب كهر وشافعي ذا إمام مالك وحي أوراني يسوه هدو بشه رمضان دلاته قفك إنو نييست إنو بشه صور ننوذي سوميه هدو نييست مركا واجائز ويان ويبنانت مركا هدو إسكا عسبوني سي إنتاد أوودي كريسي إناد كل واغذان أمه باهنيد حيال النبي كمسو أرورين صلوات ربي وسلامه عليه نويت سوما غدا ووحوان أكسن لكن النبي كمسو أرورين إن إنو لن ما ننما من نسي وهو صائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليصم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ما المها وقوه الرئي وعنبه يقف كادون هو رؤسه سوم يجرين سوى بيها يسكع العلين يا دار كيسا والراشين كي يسكع العلين يا وايا وحد عضيب إناد هالمانتبا وقد كدر اكتوبيه أدو هالراتسان واسمال انتا سود دالي وقرح بضين وكوكس ونعضي بيقبونه هلاي إن هذا سلمان تو مركز دركتو هدي تاسير دعضو محي نقوني ساسوم كي محي قول ميسا نبي قوحي رسالة الله والسلام علي من نسي يقفك هالماما وهو صائم يسوق وصوما وفأكل هالمان كادرتي وحكوعنا أو شرب أما عبابة عبتانكي وعني أو عبي يسوق هالمان سن ونسومي هاي لكن شرط قوام حي نسي عمد قيبا ميشا كوب حي وأول كحدو قفك أصمي أما أنتوا هروه هالمان سناي عن توجد قدام بيسيب وصاح سستوى يسدافية هذا إسرائيلي أنت ضمبي هضبة أنتوا هرا اللقومة هيستو أنت ضمبي لكن ويكاب بوريس الصوم كاجي إسكا مركز عزوزته إسكا بيحوي حافكاجا كجر أما إسكا تفبا هدي مركز مركز لرجي كدب أو كوب كير لجي وصاح سستم حال يالي نبي وحيري فليتم صوم كاجي إسكا سير لما يستروا فإنما أطعمه الله وحناد عنتي وحي إلهي كقوذي ويان وسقاه إلهي با ورابيي عبتان كان عبتين إلهي با كورابيي وعن أبي هريرة وحلق وري رضي الله تعالى عنه قال وحير بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل حل أن النبي أقفل للنبي صلوات الله السلام عليه يا وحا أي مدنين فقال وحير يا رسول الله هلكت وأهلكت كي أهوي قصدني وحي كساب سنتهي مرك والله وحفي عنا لي داني أسبوع عدم يكردقنا تسيدي سأدير والله سبحانه وتعالى على